ناخد حضراتكم لموقعنا موقع صدى البلد اللي بيقول لنا وصفة من الوصفات، والنهاردة بيقدم لنا بديل طبيعي للبروتين. وعارفين طبعا البروتين والكرياتين خطر جدا على أطفالنا، وفي بديل بيغذي الشعر وبيعتبر كمان معالج جيد للشعر بعيد عن طبعا كمان ان أسعار الحاجات دي غالية جدا. الوصفة بقى عبارة عن علبة فازلين طبي من الصيدلية، معلقتين من الشيا باتر أو زبدة الشيا، نص كوباية من زيت الزيتون، تاني دي كتيرة شوية، نص كوباية، ونص إزازة من زيت الخروع، وهنحط كمان نوع يعني إضافي من الزيوت البديلة للشعر زي مثلا زيت جوز هند أو غيره من الزيوت اللي تحبي تحطيها على الخلطة دي. هنحط 6 كبسولات من فيتامين إي، هي بتبقى يعني كبسولات كده صغيرة زي الجالي، بنفتحها ونحط منها 6 نقط أو يعني مقدار من فيتامين إي، ونخلط كل الحاجات دي مع بعض ونحطها في علبة أو برطمان ونستخدمه على الشعر مرة واحدة يوميا. نصيحتي طبعا إن ما يكونوش بيعملوا شعرهم لا بالسشوار ولا بالبيبيليس أو أي ستريتنر، مفيش حاجة تفرد الشعر، لأن الحاجات دي ممكن تشيط الشعر لو استخدمناها وبعد كده عملنا شعرنا. اللي يستعملها يكون متأكد تماما انه مش هيستعمل اي نوع من انواع السخونة على شعره علشان شعره ما يتضرش.